وقبل ساعات من انتهاء المهلة التي قدمتها الدول المقاطعة لقطر للرد على قائمة المطالب أعلنت قطر ضمنيا رفض هذه المطالب حيث قال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي بروما إن مجموعة المطالب العربية وضعت كي ترفض وأنها ذات صلة بتقويض سيادة قطر على حد قوله في المقابل قد تواجه قطر عقوبات جديدة محتملة وسط تسريبات عن قائمة عقوبات تبحث للرد على الدوحة قطر ترفض المطالب وتسير بأقدمها نحو مزيد من العزلة. فعلى الأقل هي أكدت برفضها إقرارها بمضامين المطالب، فهي ترفض مغادرة العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وترفض قطع علاقاتها بالتنظيمات الإرهابية التي ذكرت في اللائحة بكل وضوح. كما أنها ترفض وقف تمويل الكيانات والمنظمات الإرهابية، وترفض أيضاً ايقاف التدخل في الشؤون الداخليه لدول الخليج والدول العربيه. والقائمه تطول. تم تقديم 13 مطلبا من قبل دول الحصار. فكل هذه المطالب لا تحترم المواثيق الدوليه ويبدو انها سيتم رفضها. سيتم رفض المطالب. قالها من روما وزير الخارجية القطري واردف قائلا ان انذار الدول المقاطعة جاء ليقوض سيادة قطر ناسيا ان بلاده من تقوض الامن والاستقرار وهذا ما اجتمعت عليه الدول المقاطعة الى جانب دول عديدة اخرى ساعات على انتهاء المهلة لكن جاء الرد بالرفض وقد كان يلوح بالافق حتى ما قبل المهلة فلم تظهر الدوحة اي جدية او مؤشرات للاستجابة والتصحيح بل على العكس فقد روجت اكذوبه الحصار وصعدت سياسيا وعسكريا بشكل مريب ضاربه عرض الحائط الدعوات الدوليه كل الاعين تترقب ما هو قادم كيف الحسم سيكون من دول تجتمع على مبدا الحزم في مكافحه كل ما من شانه ان يقوض الامن ويدعم الارهاب هي نفسها الدول التي نصحت وحثت الدوحه لسنين طويله سعيا لتصحيح مسارها السياسي لكنها تقول ما لا تفعل فنكثت العهد والشاهد الاخير كان قمه الرياض في 2013 فهل يا ترى يعلمون اي منقلب ينقلبون فلم تجد الدبلوماسيه معهم نفعا